التصاريح المتضاربة، إن كان من السيد حسن نصر الله في خطابه منذ قليل الذي تحدث عن العدد الذي أرسل إلى كيان العدو وهو 340 صاروخا، وبأنه كان الهدف هو مقر الموساد، ولكن حتى الآن يعني لم يصل لدينا أي دليل على أن هذا المكان قد استهدف فعلا، أو ماذا حصل يعني في هذا الموقع، حتى يعني من الكيان الصهيوني أو من يعني الجانب اللبناني. وبالتالي يعني النقطة الثانية التي انتهى إليها يعني خطاب السيد حسن بأن هذه العملية قد أنجزت، وبالتالي هذا الرد رغم أنه لم يأتي على قدر آمال جميع اللبنانيين. لذلك كنتم تتحدثون عن يعني موجة من السخرية، لأن بالفعل يعني عملية اغتيال طاقة شكر في قلب العاصمة بيروت يعني لا فقط يعني بالمقابل تم استهداف مواقع، وحتى الآن كما نقول لم نعرف ما هي، بعدة صواريخ، لا بل كان ينتظر اللبنانيون ربما يعني رد بمقدار الهجوم، وليس أقل ربما من اغتيال جالن يعني نعم. بوفق التقدير العسكري. ولكن حصل ما حصل، فهذه الموجة السخرية التي طالت العملية اليوم، لأن اللبنانيين ربما قد يعني انتهى موسمهم السياحي باكرا بسبب التهديدات المتبادلة وبسبب انتظار الرد من السيد حسن، وجميع المغتربين قد عادوا من لبنان، وهناك يعني شبه توقف لجميع يعني مرافق الحيوية وأهمها المطار. وبالتالي ربما كان هناك خيبة أمل كبيرة من قبل اللبنانيين، ولا سيما بعد خطاب السيد حسن الذي فقط جاء تبريريا